أعتقد في عندك تعليق. أستاذي، إحنا يعني بنحكي كأبناء الأردن، نعم تمام، يعني ويؤسفنا إنه يكون ترتيب الأردن ما بين الدول العربية رقم 11 من ناحية الفقر، علما بأنه الأردن من الدول الغنية في الموارد الطبيعية والثروات الطبيعية، غنية جدا، نعم شايف، يعني تمتاز عن كثير من المناطق، زائد إنه يعني الدراسات بتشير إنه الأردن رقم 11، بس أنا برأيي إنه الأردن رقم 1. ليش؟ نعم لأنه إحنا يعني بنمتاز إنه في أمن واستقرار عندنا ورقم 11. نعم فالدول اللي بتعاني من عدم الاستقرار هذه طبيعي بدها تكون من الدول الفقيرة. نعم نعم فيعني المشكلة، المؤشر هذا بدل على إنه المشكلة عامة على مستوى الأردن، زي ما تحدثنا في تفاوت في النسب. صحيح. الخلل وين؟ أنا الخلل يعني بنحمل المسؤولية لجميع المسؤولين في الأردن، لأنه في تغول الحاليين والسابقين، الحاليين والسابقين، نعم. لأنه في تغول غير طبيعي على ثروات الوطن، على الأموال العامة، نعم. في خلينا نحكي اهتمام غير طبيعي في 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 الشخصنة، يعني حب الذات، هذا موجود عند كل مسؤول. إذا بيستلم منصب بده يصير مليونير وما بده واحد يغيره، فما في عدالة في توزيع المكتسبات، ما في عدالة في توزيع المناصب، ما في عدالة في الدراسة، ما في في التعليم، ما في عدالة هاي تعاني منها في المراكز الصحية. فمشكلتنا مستحيل تنحل إذا ما كان في إعادة نظر في كل خطوة بيخطيها المواطن الأردني والمسؤول الأردني. ما شاء الله. يعني هذه مناشدة حقيقية من منبر نورمينا، يعني مناشدة لا تخرج إلا من قلوب نظيفة. وأنا أشكر يعني ضيفي الليلة، يعني أنا كتير مستمتع لأني عم بنحط إيدينا على جرح يعني يعاني ومؤلم لكافة شرائح المجتمع. السيدة المعانية، الست المعانية في بيتها، في خارج بيتها، هل لها نشاط اجتماعي تعدى محافظة معان؟ قليل قليل. السبب عدم الاهتمام من الأطراف، من الدولة، من الحكومات، المجتمعات، يا دولة مشان الله تسمعوا، يا دولة مشان الله تسمعوا، المرأة نص يا ناس، يعني إذا فيش إذا فيش اهتمام في المرأة وين بده يكون في اهتمام؟ تفضلي. بالرغم من انه زي ما يعني حكيت من السابق انه المرأة، يعني حتى جامعة الحسين كثير في بنات الآن صاروا دكتورات بالجامعات، نعم، ودرسوا دول خارجية، بس للأسف في تهميش واضح. ما تهميش يعني واضح، هو العزيز يعني في فروقات واضحة، في عندك انت يعني الاشياء ملموسة، يعني احنا بنعاني منها، وللأسف يعني بيجي احيانا الواحد بده ينفجر يخرج عن طوره. يعني انت ابسط الوظائف، لما ابن المنطقة مشروع في محافظة معان، وظائف بسيطة، لما بيجي مواطن مثلا خلينا نحكي من اربد، كنا ابناء وطن، بس المشاريع التنموية الموجودة في المحافظة وجدت لتنمية المجتمع المحلي. نعم نعم. ابن المنطقة أولى فيها، ابن إربد أولى في المشاريع الموجودة في إربد. نعم. إذا ما توفرت الإمكانيات أو التخصص المطلوب، لو جاب من إربد جبت من عمان، إحنا ما عندنا أي مانع، كنا في مركب واحد، كنا أبناء وطن، لكن الأولوية في في الوظيفة لابن المنطقة، لأبناء المناطق. وظائف بسيطة جدا، مراقب قبان، التخصص دون التوجيهي، أو المؤهل العلمي دون التوجيهي، يجي واحد من إربد يداوم في, في, في الشدية، يعني جهد عليه وتعب عليه وحرمان لابن المنطقة من حقه، برضو كل فعال. يعني ليش يجي هذا الراتب ما رح يعني ما رح لا هم بيميزوه في الراتب اللي جابوا، ميزوا في الراتب. ليش الشخص هذا، يعني ليش تم اختياره من دون كل أبناء الأردن، تمام، لمنصب بسيط جدا، مراقب قبان في شركة، في شركة جديدة. نعم. ليش؟ لأنه واسطته قوية. آه. تحرم، لأنه يعني واسطتك قوية تحرم ابن المنطقة من فرصة عمل. يعني هذا الشيء لا يجوز، ولا في أي قانون. نعم. ولا في أي قانون يجوز أنه تسلب حق غيرك. كنا مواطنين أردنيين، كنا بنحمل هوية الأردن، كنا تحت الراية الهاشمية. نعم. نعم. إذن يعني هاي بدها إعادة نظر، يعني وبدها حسابات. هاي دور وزارة العمل.
يشترط يعني انه اي نعم مستثمر بده ممكن خبره مش موجوده بمعان مثلا، على اعتبار بيجي مهندس مفروض ترافقها مهندس من ابناء البلد اللي ما عندهم خبره لمده سنتين ثلاثه بتعلم الخبره ومو بيمسك الموقع. ليش يتم 20 سنه و30 سنه وابن الموقع ابن المنطقه مش المنطقه نفسها ما في يعني له دور؟ يعني هذه نقطه هامه وحساسه، يعني مساهمه فاعله من أهالي المنطقة في تنمية مناطقهم، وكما يقول يعني الفقهاء أهل مكة أدرى بشعابها، وأهالي المناطق سواء في معان سواء في إربد في العقبة يعني يجب أن يكون لهم هناك أولوية في الوظائف سواء العامة أو الخاصة، دور في التخطيط برضه. هلا يعني إحنا بنقول وزارة التخطيط وزارة العمل وزارة، هل الحين كل واحد ملهيين هم؟ إحنا نناشد المجتمعات المحلية ونناشد القائمين على المناطق التنموية أو على مناطق المملكة سواء محافظين أو غير محافظين، يعني المسؤولين في المناطق هم يعني تخرج من عندهم بوادر ويعني يبتعدوا عن الشبهات ويبتعدوا عن الواسطات، يعطوا كفاءة، يعني نطلب الكفاءة ونطلب العدالة في توزيع المناصب من صغرها، يعني من أقل منصب إلى أكبر منصب، لأنه هذه عدالة اجتماعية. إذا وجدت العدالة الاجتماعية هذه سهم كبير في صدر الفقر. إذا أوجدنا عدالة اجتماعية نعطي كل صاحب حقه سواء في وظيفة عامة أو خاصة، فهذا أحد يعني الأسهم الرئيسية اللي نوجهها إلى قلب الفقر كي نقضي عليه لو أو نشل موارد الفقر في مناطق المملكة الأردنية. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود إليكم. فزعة وطن، الوطن بحاجة لكم، والفقر هو كافر وعدو لنا، فيجب أن نقاتله حتى نصل بالأردن والأردنيين إلى بر الأمان بإذن الله. فاصل ونعود إليكم أحبائي. عدنا إليكم أحبائي، ويعني ننتهز هذه الفرصة لنقدم إلى أبناء الأردن الحبيب الغالي كل الدعم وكل الثقة بأننا بإذن الله في مركب واحد بمواجهة حقيقية أمام الفقر. أعود إلى السيدة عاهدة والأخ ماجد، نسأل عن شغلة مهمة كتير، الرواتب والأسعار. الآن في الأردن هوس اسمه ارتفاع الأسعار. شو قصة ارتفاع الأسعار؟ وين شو أدت؟ وشو المشاكل اللي عم بيواجهها أهلنا في معان عن يعني تدني الأجور وارتفاع الأسعار؟ احنا النقطة هذه بنتحدث على مستوى وطن مش على مستوى معان لها. نعم. بالنسبة لارتفاع الأسعار الهدف منه حسب يعني ما كان يصرح دولة رئيس الوزراء والمسؤولين وكذا، الهدف من رفع الأسعار اللي هو خلينا نحكي محاولة من تخفيض عجز الميزانية في الأردن. نعم. تمام. لكن للأسف الشديد قاعدين بيرفعوا في الأسعار ومش شايفين أي حل، بالعكس زادت برفع الأسعار والميزانية والدين مرتفع. زادت المديونية، زادت المديونية، تصحيح اقتصادي، زادت المديونية وزادت البطالة وزاد الفقر عندنا، والمؤشرات لغاية اللحظة هاي اللي احنا فيها المؤشرات كل ما لها بتقول مؤشرات سلبية، يعني ما في أي بصيص أمل إنه تنحل المشكلة اللي احنا بنعاني منها كمجتمع أردني. أنا بناشد دولة رئيس الوزراء وكل أردني حر وكل أردني شريف أنه إحنا الآن في على امتداد الوطن في لا يقل عنا لا يقل عن 30 جامعة أردنية، وعندنا
يعني مختصين في الاقتصاد وفي التجارة وفي المحاسبة يتشكل لجان من هاي الجامعات، كل جامعة تشكل لجنة من عندها لعمل دراسة لحل المشكلة اللي بعاني، المشكلة الاقتصادية اللي بتعاني منها الأردن. تمام، ما بدنا حلول ارتجالية. أنا باجي رئيس وزراء رفع الأسعار ممكن يحل، برفع السعر الفلانية برفع كذا والنتيجة ما في إشي، إثقال زيادة الأعباء على المواطن. هاي النتيجة المطلع فيها. فإحنا بدنا نتيجة عملية. الآن عندنا 30 جامعة، لو كل جامعة شكلت فريق لدراسة أسباب المشكلة هاي ووضع حلول، يا هل ترى مش ممكن إنه نوصل لحل؟ بتكون مدروسة بشكل أفضل. نعم 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 نعم، لازم يكون مدروسة. آه. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يمسيكم بالخير. أهلا وسهلا. وبحب أمسي على عطوف الباشا ماجد الشراري يا بنت. حياك أهلا الله. بيك. الله يمسيك بالخير. مين معي لطفا؟ معك معاذ الكفاوي الموظف في بلدية معنا. أهلا وسهلا. أهلا أهلا وسهلا. أهلا. والله إحنا يعني عطوفة الباشا ماجد الشراري طبعا شغال معانا ومع الأردن من قبل ما يصير رئيس بلدية معنا. تسلم يا غير تسلم. أول باب. وإن شاء الله إحنا بنتأمل إنه يجينا كل خير من وراء. ان شاء الله شغل ماجد الشراري، واحنا بنتامل من الحكومه انها توقف مع ماجد الشراري لانه ماجد الشراري حاب يشتغل لهالبلد. اولا انا بشكرك جدا وتاكد تماما انه كليتنا معكم مع معان ومع اهل معان. احنا العنوان الرئيسي يعني اللي بنناشد انه يعملوا لاجله انه كيف نحل المشكله الاقتصاديه في الاردن دون ان نكلف المواطن الاردني اي عبء. من جيوب المواطنين. فهذا العنوان تبع الدراسة اللي مطلوب انه تتبناها يتبنوها ابناء الاردن المخلصين في جامعات الاردن على امتداد الوطن. صحيح. بالتعاون مع الحكومة الاردنية. طيب نظرتك المستقبلية لمعان كمدينتك وللاردن كوطن امن مطمئن، بدي نظرتك اذا سمحتي، متفائلة متشائمة؟ حابب اسمع منك. ان شاء الله يعني تفائلوا بالخير تجدوه. ان شاء الله انها تكون نظره يعني مستقبل افضل، بس لازم تتغير زي ما حكى سعاده ابو انس، لازم تتغير الدراسات المخططات التخطيط هاي كلها لازم تتغير بالنسبه لمحافظه معان يعني بالاخص والاردن كامل، لحتى تكون النظره افضل، مستقبل معان افضل ومستقبل الاردن افضل وتاثر على المواطن في التغيير الاجتماعي. شكرا لك. الله يسعدك. بدي منك اذا سمحت يعني احنا في نهايه الحلقه بدي حابب اسمع منك يعني ماذا ترى مستقبل، اين نحن من مستقبل يعني خالي من الفقر؟ اذا ما كان في جديه في البحث عن الحلول. نعم تمام. ويعني العمل كل جدية بعيد عن المحسوبية وبعيد عن المصالح الشخصية. نعم تمام. والأنانية إن شاء الله أن بنقدر نوصل لبر الأمان في هاي المرحلة، وإذا ظلت الأمور على ما هو عليه يعني الحقيقة المركب في خطر. أشكرك جدا. أشكرك جدا. سيداتي سادتي، في لقائنا هذه الأمسية لقاء يعني تواردنا فيه مع سعادة رئيس بلدية معان ومع السيدة عضو مجلس بلدية معان، كان لنا يعني عدة محاور، منها محاربة الفقر ومنها البطالة ومنها التأثير الإيجابي والسلبي لضيوفنا في الأردن. ونود في نهاية هذه الحلقة أن نوجه نداء لكل أردني شريف أن يهتم بالتعليم، نهتم بالصحة، نحارب هذا العدو الشرس، يجب أن لا ننام وعندنا جار بحاجة إلى لقمة عيش. أحبائي، الفقر كما أصريت وأقول دائما هو عنوان خطير في مراكبنا. نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الأمن والأمان، نحمد الله سبحانه وتعالى أننا نعيش في وطن آمن، نريد له أن يكون الأفضل، لا نريد أن تتراكم المديونيات، لا نريد أن للمواطن الأردني أن يعاني، فالمعاناة صعبة والمعاناة والفقر يؤدي إلى الانحراف، يؤدي إلى كثير من المشاكل. نسأل الله رب العرش العظيم
في نهاية هذه الحلقة أن يكون غدا أفضل من هذا اليوم، وأن يكون مستقبل الأردن والأردنيين بإذن الله زاهرا في أمان الله. أستودعكم.